نقول أنتم الآن الحين الشيعة تجد على يا مهدي أدركنا، خواف شي أدرككم؟ صحيح هو خايف يدرككم، يقوم فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. يعني أنا الحين خايف تقول لي الحقني، هيا الحقك، أنا خايف. فكيف يستجيرون به الآن؟ يا مهدي أدركنا. شلون يا مهدي أدركنا؟ هو يقول لكم يا شيعة أدركوني، هو يخاف الآن، أنتم تزعمون أنه يخاف، فكيف بعد ذلك تقول يا مهدي أدركنا؟ تناقض عجيب بين هذين الأمرين. الجواب، طبعا الاستهزاء والضحك يذكرني بقول القائل: أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. لا أدري حقيقة أي عقول عند هؤلاء. يعني حينما يريد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يغيث فلان من الناس، هل يظهر أمام الناس أنا المهدي؟ لا، بل يساعد الناس، ومنهم من لا يدري أنه الإمام إلا بعد ذهابه. طيب وين المشكلة؟ أيضا موسى عليه السلام خرج خائف فارا هاربا كما يقول ابن كثير عن سيدنا موسى عليه السلام، لكنه ساعد من؟ حينما كان بنات شعيب عليه السلام ذهب وسقى لهما، أليس كذلك؟ وقف بقبال رجال ودافع عنهما، هل كان خائفا؟ لا. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يريد أن يساعد أي أحد من الناس لا يظهر أمام الناس أجمع أنا المهدي أريد أن أساعد فلان، لا، يساعده في الخفاء. فإذا المشكلة في ذلك؟ نعم، هذا أمر ثابت عندنا، يعني بشكك هو كيفه، هذا أمر ثابت، وين إشكالك أنت؟ اتضح أن إشكال هذا الرجل يا جماعة كله على القرآن، وعلى الخصوص نبي موسى عليه السلام. هذا عقبة لما يتدبر القرآن، نعم، مجرد حافظ قرآن لكن ما في تدبر أبدا. أحسنت. وهذا يذكرنا أيضا بقضية موسى عليه السلام حينما كان مع فرعون، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خوف موسى عليه السلام هذاك لم يكن على نفسه كما قال المفسرون، لا، خوفه كان على القوم أنهم يعني يفتنون. نعم، فنفس الشيء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، خوف ليس ذاتيا. نعم، إذن هذا الرجل إشكالاته وشبهاته جدا تافهة